هذا هو مصطفى بدر الدين، القائد العسكري لميليشيا حزب الله. وجه تعرفه الكويت جيدا قبل أن يعرفه اللبنانيون. تعرفت الكويت على مصطفى بدر الدين عام 83 متهما ومدانا ومحكوما بالإعدام بتهم عدة، أبرزها تفجيرات مقاه شعبية ومواقع حيوية داخل الكويت ردا على موقفها المناهض لإيران في الحرب مع العراق. قبض على بدر الدين وحكم بالإعدام، وتحركت حينها ميليشيات حزب الله بالتعاون مع ميليشيات عراقية أخرى في عمليات إرهابية ضد الكويت. محاولة اغتيال أمير الكويت الراحل الشيخ جابر أحمد الصباح في 25 من مايو عام 85، واعتداء إرهابي آخر بخطف طائرة الجابرية بركابها المدنيين وإعدام 2 منهم ردا على عدم إفراج الكويت عن مصطفى بدر الدين. القائد السابق لميليشيا حزب الله عماد مغنية قاد عملية الاختطاف شخصيا للإفراج عن صهره بدر الدين. تاريخ دموي التصق باسم مصطفى بدر الدين في الكويت وخارجها بعدما فر من السجن مع الاحتلال الجيش العراقي دولة الكويت، وحضر اسمه متهما أولا باختيار رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وما زال مطلوبا ومطاردا بمذكرات دولية عدة. وبعتقد لا ب30 يوم ولا ب60 يوم ولا بسنة ولا بسنتين ولا ب30 سنة ولا ب300 سنة بيقدروا يلاقوا أو يعتقلوا أو يوقفوا، لأنه مفهوم اللعبة كلها الكبيرة والصغيرة مفهومة. جيلان فطيري، العربية.